بركاته فلتكن معنا امين. ان صعدت الى السماوات فانت هناك، وان فرشت في الهوية فها انت. ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاصي البحر فهناك ايضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت انما الظلمة تغشاني فالليل يضيء حولي. الظلمة ايضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء كالظلمة هكذا النور. لانك انت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن امي. احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق الارض. رأت عيناك اعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها. ما اكرم افكارك يا الله عندي، ما اكثر جملتها. ان احصيها فهي اكثر من الرمال. استيقظت وانا بعد معك. ليتك تقتل الاشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعدوا عني. الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم اعداؤك. الا ابغض مبغضيك يا رب وامقت مقاوميك بغضا تاما ابغضتهم. صاروا لي اعداء. اختبرني يا الله، اعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. هللويا. والصبح لالهنا دائما ابديا امين. المزمور جدا من المزامير العميقه جدا، ووصلنا لغايه أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب. أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب. طبعا المزمور لما بيجي يتكلم في أي مزمور من المزامير، ممكن يكون النبي وهو بيكتب المزمور أو كاتب المزمور بيمر بمشكلة معينة، وهو بيمر المشكلة معينة يقف يصادف الروح، وهو بيصادف الروح، الروح القدس يروح مالك، فيروح القدس يتكلم عن أمور نبوية هتحصل. داود النبي وهو بيتكلم مع ربنا بيقول له ما اقدرش اهرب من روحك ولا من وشك، لان اصل الانسان طبيعته للهروب. تعرفين ادم بمجرد ما اخطأ هرب، ما قدرش يواجه الموقف. والهروب ليه؟ لان الانسان في ذات متكبرة، فالذات المتكبرة مش عايزة تقف بموقف الضعف. فعشان ما يقفش بموقف الضعف يستخبى لغاية ما يحل هو بنفسه الحد ويصلح الضياع اللي هو ضيعه، وبعد كده يبتدي يعمل ايه؟ يظهر. دي طريقة البشرية، او دي طريقة ايه؟ طريقة الذات البشرية. ادم وحواء على طول بمجرد ما عرفوا انهم عريانين ابتدى المخ يشتغل، وابتدت شجرة المعرفة تدخل، وبعدين ابتدى يفكر طب نتصرف ازاي؟ حواء نغطي نفسنا ازاي؟ ايه يغطينا؟ قعد يبصوا يتجولوا في وسط الاشجار، فلقوا شجره ايه؟ التين. شجره التين ورقها عريض، وفي نفس الوقت فيها حاجه اسمها السل. السل ده زي الابر، رفيع كده زي الابر. ايه رايك لو نقطع السل ده ونشبك الورق ببعضه فنقدر نعمل مأزر. مأزر يعني قطعه كده متكامله، قطعه قماش، مآزر. نعمل ايه؟ مآزر.
المآزر على فكرة زي اللي بتشوفوها اخواتنا المسلمين بيحرموا بيها، ده اسمه المأزر، يعني حتة قماش مش متخيطة ولا منسوجة بيلف بيها يداري العاري بتاعه او يداري عاري الكسر بتاعه. فبيقول الكتاب بيقول ايه، فصنع على انفسهما، وفي بعض النسخ خاطة لانفسهما مآزر من ورق الطين. خطا يعني ايه؟ يعني دخل الابر دي اللي زي السن وعمل المأزر وابتدوا يغطوا جسمه. طبعا لما بيجي يمشي يتحركوا السل ده بيوخزهم في جسمهم وبيألمهم، والورق ضعيف بيتقطع. وكانت دي التغطية الذاتية اللي حب الإنسان يغطي بيها نفسه. لكن الإنسان ما يحبش يكشف عريه أبدا، ورفض الإنسان إنه يكشف عريه، رفض الإنسان إنه يتعرف، لدرجة إن حتى اللي جه يهيئ الطريق أمام المسيح اسمه يوحنا المعمدان. ويوحنا المعمدان عشان تبقوا عارفين جه عشان يهيئ الطريق. هيئ الطريق بإيه تفتكروا؟ بالمعمودية. يعني يوحنا هيئ طريقه بمعمودية التوبة. ايه هي معمودية التوبة؟ ان الانسان يقلع وينزل في المية، يقلع يتعرى وينزل في المية يكشف عريه. هذه معمودية ايه؟ التوبة. التوبة يا احبائي ان لازم الانسان عشان يخلص يكشف عريه، وده اللي خلت البشرية يسوع وهو داخل اورشليم عشان يقولوا له خلصنا، يقول لك انهم ايه؟ خلعوا الثياب ورموها ووقفوا، لان عرفوا اليهود بقى ان التوبة انك تقف قدام ربنا في اللحظة اللي انت غلط فيها ابوك وجدك، تقف كعريان ما تحطش اي رتوش قدام ربنا، تقف قدام ربنا بكل ضعفاتك بكل كيانك بكل ذاتك. لكن اذا كان يوحنا المعمدان كان بينادي بمعمودية التوبة، فكانوا بيعروا جزئية من الجسم، ما كانوش بيعروا جسم كله، يعني يدوب الثياب الخارجية وجسم يتعرى. دي نفس الوضع اللي لما راح نعمان السرياني، وده الوحيد لما تقروا في تاريخ الكتاب المقدس مفيش حد برد من برد مرس، يعني مرض البرص ده طقس ربنا حطه في العهد القديم في حاجة اسمها شريعة ايه؟ الابرص. الطقس الوحيد اللي اليهود لم يمارسوه. ليه؟ لان مفيش واحد جاله برص وخف ابدا، ما ذكرش الكتاب المقدس ان واحد جاله برص وخف. بس اليهود يجي الكاهن يعملوا كاهن، يرسموه قسيس او يعملوا كاهن عندهم سن كام؟ 30 سنة لغاية سن كام؟ 50 سنة. فيبتدوا يحفظوه. اسمع يا حبيبي، دي حاجة اسمها ذبيحة السلامة، تقدمها كده بالطريقة دي، دي ذبيحة الإثم، دي مش عارف ذبيحة الكفارة، دي هتعمل كذا هتعمل كذا، يحفظ البدائيات عشان هيبقى ايه؟ هيبقى كاهن. في النهاردة درس اسمه شريعة الأبرص، يقول لك ديك عامل ازاي؟ احنا بندهولك بس مش هتتممه، مفيش حد تممه، مفيش حد جاله برص وراح قدم الكفارة بتاعت البرص اللي هو يجيب العصفورين ويذبح واحد ويطير واحد ويجيب الزوفة والورق اللي هي الشريعة كلها اللي احنا قبل كده مرة شرحناها. فدي محدش شافة واحد أبرص، لاني مفيش حد يقدر يلمسه، اللي يلمس الأبرص يتنجس، حتى الكاهن يبص من بعيد ويقول له لا انت كده نجس اطلع، ويطلع وما يرجعش، ومفيش حد برئ من مرض البرص. ولا ذكر الكتاب المقدس من سفر التكوين لغاية ملاخي ان في واحد جاله برص وشوفي، ما عدا ايه؟ نعمان السرياني. ونعمان السرياني لما جه لأليشع، جه لأليشع النبي، أليشع النبي ما طلعش ولا قبله، لان ما قدرش، اللي هيبرئ أبرص ما قدرش. لكن قال له ايه؟ قال له روح اغطس في الاردن 7 مرات. وعشان يغطس نعمان السرياني رفض ان يغطس. ليه؟
لان عشان يخلص في الاردن يقلع الزيت، الزيت العسكري بتاعه اللي بيخليه كيان، بيخليه شخصية، انسان في رتبة مشير. عمان السورياني ده زي رتبة مشير، يعني قائد جيش. يقلع عريان والبقع كلها مالية جسمه قدام الجنود بتوعه، قدام الناس، تخلي قيمته تعمل ايه؟ تنحط وتنزل. عشان كده رفض، لكن هم ألحوا عليه وقالوا له اذا كان طلب، وسبع مرات يطلع وينزل، يعني شوفوا البرز بتاعه سبع مرات. فالعري احبائي الانسان دايما يحاول يعمل ايه؟ يهرب منه. الكل بيهرب من العري، الى ان جاء المسيح وصعد بارادته عريان على خشبة الصليب. عشان كده هنا بيقول له ايه لما بيجي يتكلم؟ يقول له اين اهرب اذهب من روحك؟ اين اذهب من روحك؟ يعني اين اذهب من روحك؟ يعني الروح، انا باقاد بالروح. يسوع كان بيقاد بالروح، وكان واقف دايما امام وجه الله، ومن وجهك اين اهرب؟ مين يقدر يشوف منظر الخطية؟ مفيش حد. علشان كده يسوع مرة قال يا أبتاه إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس. كأس إيه اللي يعبر؟ كأس الصليب؟ لا، مش كأس الصليب، لأن الصليب هو جاي عشان يتصلب. ده بالعكس، مرة بطرس قال له حشاك يا رب أن تصلب، قال له اذهب عني يا شيطان، أنت معسرة لي. الله. طب هو بينقض نفسه؟ لا، هو مش خايف من الصليب. هو اللي رفضه مش الصليب، اللي قرفان منه مش الصليب، اللي قرفان منه ايه؟ شيل الخطية. اتصلب بفرح وبرضا، مات واتبهدل بكل قبول. لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ايه؟ ان اخذها. لكن لو يسوع شال الخطية بفرح، يبقى صارت الخطية مريحة لي، لأن الخطية ظلمة وهو نور. فالخطية بيعلن إنها دي مش من طبيعته، عرفان منها، بالضبط زي الأم اللي بتنظف الطفل بتاعها. بتنظف الطفل، لكن هل هي بتحب هذه القذرات؟ طبعا لا. حتى لما بتعرف ان الطفل عمل كزورات تبص تلاقي وشها ايه؟ كشر وضايقت، لكن محبتها هي اللي بتجبرها انها تيجي ايه؟ تعمل كده. فهنا لما بيقولوا ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس، فهو الرب طلب منه ان يبقى ذبيحة خطية، الذي بلا خطية. الآب طلب منه كده، صار خطية، يبقى خطية. علشان احنا نتبرر لازم يسوع يبقى خطية، لازم يشيل خطيتنا. عشان كده في الحتة دي قال له انا مش قابل ان اشيل الخطية. الخطية حاجة غريبة مش من طبيعتي، وفي حاجتين مش من طبيعة يسوع قبلهم. ايه هما اللي مش من طبيعته قبلهم؟ الخطية قبل ان يشيلهم رغم انهم لم يؤثروا فيه. وايه تاني بقى اللي مش من طبيعته قبلها؟ الطاعة. لان هو امر، طبيعة الله يعمل ايه؟ يؤمر. عشان كده الكتاب يقول لك ايه؟ مع كونه ابنا تعلم، تعلم الطاعة. يعني ايه تعلم الطاعة؟ هو ما كانش بيتعلم الطاعة، لا، هو طبيعته هو السيد، فقبل ياخد صفة ما هياش صفته، صفة ايه؟ العبد. عشان كده اخلى نفسه واخذ صورة العبد. فالعبد تعلم الطاعة، تعلم الطاعة. وتعلم الطاعة ليه؟ الكتاب بيقول تعلم الطاعة لانه تعلم الطاعة لانه نزل 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 لغاية مستوى النبوات اللي اتنطقت كلها ونفذها بالحرف الواحد، وجي في الاخر قال قد ايه؟ قد اكمل. كمل حاجه.
اصعب حاجة كان المفروض يطيعها اطاعة حتى الموت، موت الصليب، ودي اصعب حاجة. عشان كده بيقول له اين اذهب من روحك، اين اهرب من وجهك، ومن وجهك اين اهرب. اهرب منين؟ من وجهك. خلوا بالكم كده من وجهه، لان هو امام وجه الله. وما هربش، هو الوحيد اللي ما هربش. احنا هربنا، البشريه كلها كانت بتهرب. فيش اكتر، اكبر رجل طاعه في العهد في الكتاب المقدس ابراهيم كان بيهرب. قال له سيب ارضك، قال له حاضر. انزل الارض اللي وراها لك، قال له حاضر. نزل في الارض اللي هيوريها له، تعب. قال لك ايه، ارجع العراق؟ هو من العراق، عندي نهر دجله والفرات. لا، مش عايز ازعل ربنا. طيب اروح حته زيها بالضبط. فراح نزل على ارض ايه، على ارض مصر. انا اتغرب في ارض مصر، حته اولا ابقى نزلت في حته زي البلاد اللي كنت عايش فيها واتمتع بيها، وفي نفس الوقت ما كنتش كسرت كلام ايه، كلام ربنا. وكانت هتضيع منه مراته وكده. بعد ما رجع تاني راح تغرب عند ايه، عند ابي مالك بتاع الفلسطينيين هناك، عند الارض الخضره تانية. فدي الطبيعه فينا ان احنا بنهرب، لكن يسوع وقف امام وجه الله، وهو كان سر شبع الله. الاب شبع بيه. ولما جينا نتكلم عن فين في الاجتماع، اتكلمنا عن مائدة خبز الوجوه، ده اللي بيشبع بوجهه الاب، واحنا بنشارك الاب في الشبع بيه. من وجهك اين ايه، اين اهرب. خلوا بالكم هنا، وقفنا عند النقطة نمرة 8 بقى. ان صعدت الى السماوات، بص، ان صعدت الى السماوات فانت هناك. ان صعدت الى السماوات فانت هناك. وايه تاني كمان؟ وان فرشت في الهاوية فها انت. يعني ان فرشت، يعني ان اقمت خالص، ان نمت في الهاوية ما خرجتش منها، انت هناك. يعني بيقول ايه؟ المشكلة اللي بيحطها نيابة عن البشرية، المشكلة مش انت هتطلع السماء ولا تروح جهنم. المشكلة ازاي تقابل وجه الله. من وجهك اين اهرب. يمكن الناس اللي يقولوا احنا لما نعمل الغلط ونقف ضد ربنا هنروح جهنم، اصعب حاجة تحرقك في جهنم اكتر من جهنم وجه الله. وشه هيكون قدامك. اوعى تفتكر ان اصعب نار حارقة هي نار وجه الله. عشان كده يقولك من امام وجهه هربت السماوات والارض. ده في مجده، ده في ضعفه يا احبائي، وهو ضعيف. يعني المسيح جاب صورة ايه؟ الضعف. وهو ضعيف، الشياطين اللي حط مناخيرها فوق ما قدرتش تقف قدامه. قال له انت ما لنا ولك يا ابن داود، اتيت قبل الاوان عشان تعمل ايه؟ لتعذبنا. جاي تعذبنا قبل الاوان؟ شوف قالوا له ايه؟ ما ترسلناش للهاوية، لان مش قادرين نشوف وشك وانت في الجسد في الهاوية، انت هناك. طب عايزين ايه؟ قالوا له حطنا في انجس حاجة. مش الكتاب بيقول انجس حاجة الخنازير؟ ندخل في الخنازير وما نقفش لا قدام وشك ولا الهوى. عشان كده احد الاباء كتب ان الله سيدين الاشرار بالرحمة وليس بالعدل. لما هيوقفوا قدامه هيقولوا له ارحمنا وودينا جهنم، ودينا النار الابدية، وهو برحمته هيقول لهم اذهبوا للنار الابدية، لان نار وجهه اصعب بكثير من نار الابدية. الوقفة، حط عينيك في عينيه، حط عينيك في الوش اللي اتف عليه عشان خاطرك، الوش اللي ضرب الاقلام، الجسم اللي اتعرى،
اتعرى عريان مرض. حط في ذهنك الايه دي، ان صعدت الى السماوات، واحد يقول لك يا رب اروح السماء. طب تروح السماء، اول ما هتدخل في السماء هتقابل مين؟ هتقابل مين؟ بين هواتش تقابله. ده القديسين حتى اللي تبرروا، اللي خدوا عليه. مين اكتر واحد خد على يسوع؟ مين اللي خد على يسوع؟ اكتر واحد خد عليه يوحنا الحبيب. عارفين كان بيعمل ايه؟ بينام على صدره. يعني ده لما واحد يروح سند نفس راسه على صدر واحد ويغمض عينيه، دي معناها قمة الدالة. يوحنا الحبيب شاف جزئية من المجد، يقول لما رأيته سقطت عند رجليه كميت. لما رأيته مش ميت، كميت، حط ايده عليه وقال قوم. انا الاول والاخر، انا اللي كنت ميت وانا حي، انا اللي مت عشانك، انا اللي كنت بتتكي على صدر يوحنا، قوم. طب اذا كان اللي ليه الداله دي كلها دي، تصور لما تمشي في حته في طوب بيقع، هتقول ما معديش، دي الناس هتقول لي الجبال اسقطي علينا، هتقول لي الاكام غطينا، جبال تسقط عليك. ده لما بيحصل حته زلزال بتحط هدومك في سنانك وبتجري ان شاء الله بهدوم مقطعه ولا هدوم خفيفه، وبيمشوا وبتسمعوا الناس تجري عشان احسن البيت يقع. لا، ده يتمنوا ان الجبال كلها تغطيهم عشان ما يشوفوش وجه الجالس على العرش، عشان ما يشوفوش وجه يسوع. يا احبائي، لما بيجي يسوع يقول له كده، يحط كده، حطها انت بقى تعليم ليك. ان صعدت الى السماوات فانت هناك. طب وإن فرشت في الهاوية، خلاص أخدها من قصيرها وأروح الهاوية. وإن فرشت في الهاوية فها أنت. هو أعلى من السماوات وهو أعمق من الهاوية. هو أعلى من السماوات وهو أعمق من إيه؟ من الهاوية. ارتفاع السماوات هو موجود فيه، انخفاض الهاوية هو موجود فيه. طب وبعدين؟ ده فوق وتحت. طب وشمال ويمين؟ ان اخذت جناحي الصبح، جناح اليمين اتجهت اليمين، بيكون الصليب. على فكرة بيكون الصليب، الصليب اللي يسوع صلب عليه، صعد ونزل واخذ جناحي ايه؟ خلوا بالكم هنا بيتكلم عن الصليب كده. فرش في الهاوية فها انت. وخلي بالك الفرشة دي ليه؟ اللي بيفرش عشان ايه؟ عشان ينام مش يموت. اللي بيفرش عشان ايه؟ فرش عشان ينام، لانه لا تدع قدوسك يعاين فسادا. كأنه شايف يسوع، كأنه شايف ايه؟ يسوع. طب ليه يا احبائي جاب الصعود قبل ما يفرش؟ يعني المفروض كان يقول له ان فرشت في الهاوية وبعد كده ان ايه؟ ان صعدت. لان عايز يقول ان اللي اتصلب ده وهو على الصليب هو نفسه اللي فين؟ اللي فوق. وهو قالها في ايه تانيه، ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان اللي بيكلمكم دلوقتي هو فين؟ الذي هو في السماء. هو فوق. البصة تاني بيقول لك لما يسوع اتصلب ومال مين كان اللي بيحكم العالم؟ لما مات كان مين بيدير دفة الكون؟ ده هو فوق. هو فوق اللي مات الانسان يسوع، فرش ونام وكان الموت بتاعه نام على طول، ما عينش فساد، فرش في الهاوية عشان هيصحى. نام وقام. عشان كده جاب النزول للهاوية، جاب الصعود للسماوات. الهاوية اللي احنا نستاهلها فرش فيها. والهاوية دي رمز ليه؟ للي رايحين الهاوية. واللي رايحين الهاوية دول مين؟ الهالكين والضيعين. وهو جاي عشان خاطرهم، جاي يستريح في الوحشين، جاي يستريح في العشرين،
جايز بريح في الخطيه، جاي لم يدعو ابرار بل خطاه الى التوبه، انفرشت في الهاويه. طيب يجي بعد كده يقول له ايه بقى؟ ان اخذت جناحي الصبح، خلي بالكم مد ايده فرد ايديه، ان اخذت جناحي الصبح وسكنت فين؟ في اقاصي البحر. وده اللي حصل، بمجرد ما اترفعت ايديه على الصليب واتفردت سكن فين؟ في اقاصي البحر. البحر ده رمز مين؟ الامم. اقاصي البحر يعني ايه؟ البعاد قوي. ياتون من المشارق، ادي جناح، ومن المغارب، ادي جناح، ويتكئون في احضان ابراهيم وبني الملكوت اللي هم اليهود يطرحون خارجك. استريح في اقاصي البحر. اقاصي البحر، اقاصي يعني ايه؟ مش اعماق البحر، لا، اقاصي البحر يعني ايه؟ يعني اخر اليمين واخر الشمال. فتح ذراعيه، فتح ذراعيه والباب اتقفل على امه، وكان السكنه بتاعته في البحر. عشان كده لما بكينا نتكلم عن انجيل متى، قلنا انجيل متى بينقسم قسمين، ال 12 اصحاح الاولانيين اللي يسوع كان بيبشر مين؟ اليهود. والتلاميذ لما بعتهم لليهود، ويقول لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضاله، ولما جاي بعتهم قال لهم الى طريق الامم لا تمضوا، والى مدينه للسامريين لا تدخلوا، بالحال روحوا فين؟ الى خراب بيت اسرائيل الضاله. روحوا الى خراب بيت اسرائيل الضاله. الله، لكن جه في الاخر وقالوا عنه ببعل زبول يخرج الشياطين. فلما قالوا عنه ببعل زبول يخرج الشياطين زعل جدا جدا جدا، وجالوا مجموعه بيقولوا هو ذا امك واخواتك يطلبونك. قال من هي امي ومن هم اخواتكم؟ كانش يقصد مريم العذراء، وكان يقصد الامه ايه؟ الاسرائيليه اللي قالوا عنه ببعل زبول الذين يصنعون اراده ابي من اخي واختي وامي. ويقول ايه؟ وترك البيت يعني بيت اسرائيل ومضى الى البحر. يبدا اصحاح 13 بقى عن امثال ملكوت السماوات. خرج الزارع ليزرع زرع جديده، فتح الباب للامم، والباب اغلق على اسرائيل الى ان يدخل ايه؟ من الامم، وياخد كفايته منين؟ من الامم. عشان كده بيقول له ايه؟ وان اخذت، خلوا بالكم هنا، جناحي الصبح. ليه بيسميه الصبح؟ لان دايما الصبح لما بيشقشق في الفجر، جناحي الصبح الفجر، وده كان فجر ايه؟ فجر القيامة، فجر القيامة. قام واقمنا معه، زي ما بنقول في الترنيمة ده، قام واقمنا معاه، هو قام وقومنا معاه جناحي الصبح، وبدأت بقى البشارة بالقيامة. فأن فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. خلوا بالكم هنا، يد تهدي وإيد تمسك، يد وإيد أو يد ويمين. ماذا يقصد بيد وماذا يقصد بيمين؟ يمين يعني الإيد اليمين، ويد اللي هي يد إيه؟ اليد الثانية الأخرى الشمال. عروس النشيد قالت حاجة، قالت شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، نفس المعنى. فهناك أيضا تهديني يدك. الشمال رمز الضعف واليمين رمز القوة. نقدر نقول شماله يوم ما اتصلب، ويمينه يوم ما قام. بصلبه هداني، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، وبقيامته بيمينك إيه؟ تمسكني يعني أقامني، خلصت وأقامني. عملين تموا يا أحباب،
العملين مرتبطين ببعض. نرجع للطقس القديم. اول عمل اعطاهم حياة لشعب بني اسرائيل. امتى اعطاهم حياة؟ لما اتذبح خروف الفصح. هداهم لما اتذبح بخروف الفصح. اول ما اتذبح خروف الفصح وحطوا الدم، ملاك الموت عبر. الملاك الموت اللي هو ملاك ايه؟ الملاك المهلك اللي بيقتل ايه؟ الابكار. خلوا بالكم كلمة يقتل الابكار مش يعني يقتل الولد البكر بس، ده رمز. يقتل الولد البكر يعني معناها ايه؟ اصل دايما الاسرة بتتنده بالابن ايه؟ الابن البكر، صح ولا لا؟ يا ابو فلان. فكون يتقتل فلان يعني معناها مسح اسم العيلة كلها. ادي كلمة يقتل ايه؟ الابن البكر. وفحيح صحيح كان بيقتل ابن البكر، لكن ده في رمزه ان يعني يشطب اسم العيلة كلها. يشطب اسم ايه؟ العيلة كلها. لكن هو قال لما ارى الدم اعبر. ففي خروف الفصح اللي هي اليد هداهم. اول ما اتقتلوا الافكار بتوع الفرعون، فرعون قال لهم ايه؟ مش عايزكم، يلا بره. اولا في ذبح الخروف خدوا حاجتين، في صلب المسيح خدنا حاجتين، انقذنا من غضب الله الموت اللي وقع علينا، وانقذنا من ايه؟ من فرعون انه طردنا، وافق فرعون انه يطردنا، وانقذنا منين؟ من غضب الله. يبقى دي اليد اللي ايه؟ اللي تهدي. فبعد كده يبقى اذا هنا لما بيجي يقول له فهناك ايضا تهديني يدك، ايدهم خدتهم وهدتهم الى ايه؟ الى فم الحيوز. قاتهم الله كما يقود المرضعات زي ما بيقول، لغاية فم الحيوز. عند فم الحيوز كان لابد ان يتم عمل تاني. ايه هو عمل اليمين؟ وعند فم الحيوز فرعون جانهم وزنقوا عند فم الحيوز، البحر قدامهم وجبلين يمين وشمال وفرعون من وراهم. فالرب قال له مالك تصرخ يا موسى؟ اضرب البحر. فدي اليمين القوة. بقيامته اعلن النصرة. بقيامته اعلن النصرة. انا بشوف ان يدك تهديني، ايدهم هديتهم لغاية ما وصلتهم للبحر الاحمر، ايده وقوته يمينه مسكت ايديهم وعبرتهم البحر الاحمر. ويقول الكتاب اليس جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر الاحمر. وبمجرد ما خرجوا من البحر الاحمر خلاص خرجوا من ارض العبودية ودخلوا برية سيناء. وان قبل كده ان قبل العبور كانوا في الارض ان هي حد فاكر الارض الخضراء، ارض مصر اسمها الارض ايه؟ الخضراء. قبل ما يعبر البحر الاحمر كانوا في الارض ايه؟ الخضراء. بعد ما عبروا البحر بقوا في الارض ايه؟ الصحراء. قبل ما تقبل الايمان بالمسيح كان العالم مزهزة واخضر في نظرك، جذاب، حلو، نفسك تشبع بيه، نفسك تتمتع بيه، بتفرح بمعطياته. بمجرد ما عبرت البحر الاحمر بقى كله صحراء، ما يسواش ولا يفرح، ارض برية. قبل ما تعبر البحر في الاعتماد كنت انت من العالم، بعد ما عبرت البحر ما بقيتش من العالم، بقيت غريب وبقى العالم ايه؟ ضدك. لكن في العبور غرق فرعون. عشان كده هنا بيقول له وهو بيتكلم فهناك ايضا تهدين يدك وتمسكني يمينك. الموضوع ده يا يسوع تم ازاي؟ موضوع الصلب ده تم ازاي؟ فقلت انما الظلمة تغشاني. يعني مش ظلمة ان القبر، الظلمة بدأت من قبل القبر. يقول لك من الساعة السادسة للساعة التاسعة حدثت ايه؟ ظلمة عظيمة. الدنيا ظلمت كده من الاول. حتى وانا على الصليب كان صمت رهيب، فيش ولا ينطق بحركة،
ظلمة. فهو هنا بيقول له فقلت إنما الظلمة تخشاني فالليل يضيء حولي. يا سلام، أمام البشرية في ظلمة، لكن أمامه هو اللي منور. البشرية شافه ظلمة. انت عارفين لما شافوا ظلمة البشرية قالوا ايه؟ قالوا ان الرجل ده حتى السماء غضبان عليه ونحن قد حسبناه مصابا ومضروبا من الله. يا راجل ده مش احنا بس اللي وقفنا ضده، ده حتى الطبيعة والسماء غابوا وظلموا عشان كان بيقول على انه نفسه انه ابن الله، فالطبيعة كانت غضبانة، الظاهر جهنم مش عايزة تقبله من وحشته للدرجات. فهذه الدرجات وكانوا بيتريقوا. انتوا عارفين لما قال إيلي إيلي يعني إله إله، قال لما نشوف إلي يجي خالص، هو يفتكر ان السماء هتستجيب له ولا هتسمع له أي كلمة؟ عشان كده هنا قد حسبناه مصابا ومضروبا. فبالنسبة قدامهم في ظلمة، مسيح مصلوب واقف وسط الظلمة، فهو يقول فقلت إنما الظلمة تغشاني، يعني تظلم علي حتى قبل ما تخرج الروح، يظلم الكون كله حتى قبل ما سلم اللحظات الأخيرة الروح، الدنيا تظلم، الشمس تغيب والقمر مش عايز يدي ضوءه، والكتاب بيقول وقوات السماوات كانت ايه؟ متزعزعة. قوات السماوات كانت متزعزعة، اه كل ده الطبيعة غضبانة، اه الطبيعة غضبانة. واحنا لما بنشوف واحد في يوم فرح واحد ولا حاجة وجو مقلوب يقول لك يا ساتر يا رب، حتى الجو يعني علامة عدم رضا. فهو بيقول فقلت انما الظلمة تغشاني فالليل يضيء حولي. حلوة، انتوا شايفين ظلمة لكن انا شايف نور. ليه شايف نور؟ اصل انتوا بتبصوا من برة لكن انا ببص من جوه. انتوا عارفين مش من ساعة ما اتصلبت، من منين؟ من بستان جسماني، من ساعة ما بدأت اكتئب وابكي والدموع تنزل والعرق ينزل كقطرات من دم، قلت جملة بس انتوا ما خدتوش بالكم منها، قلت الجسد ضعيف انما الروح قوي، وكل ما الجسد بيطحن كل انا ما اقرب من الآب، لغاية قمة الظلمة، ولما وصلت لذروة الظلمة اللي انتوا بتسموها غضب كانت في نظري انا قمة النور، لما قلت له يا ابتاه بين يديك استودع روحي. تصور واحد يحط نفسه بين ايدين باباه، دي اجمل حاجه بعد رحله تعب، بعد رحله تعب. تصور كده ان ابنك كان ماشي في صحراء في بريه، عانى وتعب واتبهدل واتجرح، وجاي هربان وبيجري يجري يجري والدنيا كلها ضده، وبص لقى احضان ابوه مفتوح، يروح مرمي في حضنه بين ايديه. ايدين الاب ما هتعمل ايه؟ غير انها تبتدي تملس عليه وتضمد جراحاته وتفرح قلبه. فهنا بيقول له ان كانت الظلمة بتخشاني الليل يضيء حولي. ازاي؟ الروح القدس يرد عليه، ما هو يسوع بيتكلم والروح القدس يرد بقى يقول له ايه؟ الظلمة ايضا لا تظلم لديك. خلوا بالكم، الظلمة ايضا لا تظلم لديك. يعني انت دلوقتي بتشوفوا بيه، تشوفوا بعينيكم صح، لكن العين لوحدها ما تشوفش، لازم عينيكم زائد ايه؟ نور. يعني انا لو طفيت النجفة وقلت حد فيكم اقرا لي الانجيل يقول لي ما اقدرش، الله انت مش مفتح، فتح نظرك ستة على ستة ستة على ستة، بس لازم نور خارجي مع نور داخلي الاتنين مع بعض يشوفوا، لكن هو النور الداخلي مش محتاج لنور خارجي، عشان كده يقول لك عيناه تخترق
أستار الظلام، يشوف الظلمة. الظلمة تظلم لدينا لكن لا تظلم لديك. الظلمة تخلينا نحتاس. من فترة كده كنا رايحين بدري كده، حبينا نروح نزور دير من الأديور، وكانت شبورة، ربنا ما ورا حد، كان واحد ماشي على مش شايف مترين قدامي، والعربيات بتركن وماشي كده زي واحد أعمى كده، اعصاب مرتبكه، شبوره بس، وكنا بنشوف عن قرب كده ومنورين الانوار. لكن هو بالنسبه لي الظلمه لا تظلم لديك، لان هو بيشوف الظلمه زي ما بيشوف النور، مش محتاج لنور خارجي. عشان كده بتعجبني القول اللي يقول له بنورك يا رب نعاين النور، بنورك نعاين النور. عينيه ما هوش نور مرتبط بنور خارجي، انت عشان تشوف لازم نور عينك ونور اضافي خارجي، الاثنين يشتركوا مع بعض في الرؤية، لكن هو نور واحد، نور هو الداخلي اللي بينور ينور كل شيء، لان هو اصلا نور من نور، هو اصلا ايه نور من نور. الظلمة ايضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء. انت عندك ما فيش حاجة اسمها الليل، ما فيش حاجة اسمها النهار، الليل مثل النهار يضيء. الاية دي ممكن ناخدها في تأمل لينا، يعني ربنا بيتعامل معك في ليل حياتك زي ما بيتعامل معك في نهار حياتك. ليل حياتك احد اصل، احيانا الواحد في ليل حياته اي في وسط التجارب بيظن ان ربنا مش شايفه ولا بيسأل عنه، واحيانا يقول لك ايه هو ربنا موجود بس الظاهر نسيني انا، او الظاهر كمان عشان ما غلطش في ربنا وما عيبش في ربنا اقول ان انا ما استحقش اني بصدي، لازم فيا وحاشة عشان كده سابني. فبيقول لا، انا ببص للوحاشة، ببص للليل زي النور، انا عايز الكويس وعايز الوحش، انا عايز الكل، عايز الانسان الضلمة وبطلبه، وعايز الانسان اللي بصص في نفسه انه ينور وبطلبه، انا عايز حاجة واحدة، انني اريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. عشان كده بيقول له الليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور. آيات واضحة. كل ده ليه؟ لأنه قال إنما الظلمة تفشاني. ما بيبص كده ظلمت عليه، ده علامة غضب. الآيات واضحة، هو قالها لهم بصراحة قبل كده، فتشوا الكتب، يا ريتكم تقروا العهد القديم باستنارة، كنت اللي بتظنوا ان ليكم فيها حياة وكلها بتعمل ايه؟ بتشهد ليا، بتشهد ليا. بعد كده قال له ليه كده؟ ليه يسوع اذا كان يسوع بيكتس في الضلمة وهو مطمن والروح القدس بيرد لي عليه ليه كده؟ عشان هل هو الاب؟ لا، لانك انت اقتنيت كليتي. خلوا بالكم الكلية رمز ليه؟ تعرف للضمير، عشان تبقى عارفين. يقول لك ايه؟ فحص الكلى ومختبر القلوب. القلب اللي هو الحب، والكلية الضمير، لان الكلية بالنسبة للجسم هي المصفى، اللي المصفى دي لو باظت الجسم يتسمم، والضمير لو مات حياة الانسان تبقى خلاص، إنسان ضميره مات يعني حياته ضاعت. عشان كده يفحص الكلى، يعني يفحص ضمائركم، الذي يفحص ضمائركم. فهنا بيقوله لأنك اقتنيت. خلوا بالكم كلمة اقتنيت يعني ايه؟ يعني أحسن ضمير عجب الآب هو ضمير الاب، بعد كده مفيش ضمير يعجبه ولا ضمير يعجبه. تقول له ضمير إبراهيم، ضمير آدم، ضمير إسحاق، ضمير يعقوب، أبدا كل ضمائر ما عجبتوش. وعشان كده بولس الرسول يقول يا جماعة مرشوشة قلوبكم من ضمير غش، لأن ضميرك أنت مولود فيه غش،
مرشوشة قلوبكم من ضمير غاش، لكن هو الوحيد الذي شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. هو ده اللي ضميره يقف كده يقول من منكم يبكتني على خطيتي؟ ايه اللي خلقتنا كليته المصفى الحلوة الوحيد اللي يقف كده ويتفرس فيه ويشوف جماله وما يشوفش فيه؟ عيب واحد، عيب واحد ما يشوفوش، عيب واحد لا يراه. هو ده الضمير، هو يسوع. اي واحد ده الملائكة ما يقدرش يقتني كليتهم، ينسب ليهم حماقة. السماء ما يقدرش يقتني كليتها لان ايه؟ ليس الطاهرة امامه. لكن هو الوحيد اللي يقول هو ده عايز اقتنى. كلمة يقتني يعني ايه؟ يعني يحتفظ، احتفظ بضميره. هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. ده اللي فرحت بيه، ده اللي سر قلبي، ده اللي فعلا الضمير اللي انا كنت عايزه ساعة ما خلقت ادم، بس ادم ضيع الدنيا، رجع في شخص يسوع. ويسوع يقول لكم اقبلوني واسكن فيكم. عشان كده بيقولوا لانك انت اقتنيت كليتي نسجتني في بطن امي. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. الروح القدس يحل وقوة العلي تظللك لان المولود منك قدوس. قدوس، نسجتني، نسجتني في بطن امي. احمدك يعني اسبحك. ليه؟ من اجل اني قد امتزت عجبا. بعض الغلب في الايه دي، يعني ايه امتزت عجبا؟ يعني الامتياز الوحيد اللي خدته عن البشرية ان ميلادي كان عجيب وموتي كان عجيب وحياتي كانت عجيبة وكل شيء في حياتي كان عجيب. لان يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعى اسمه ايه؟ عجيبا. امتزته، امتزته يعني ده امتياز خاص. عجبا امتزته يعني انا الوحيد اللي هتولد بعجوبة. محدش هيتولد لا قبل ولا بعدي. حد اتولد بدون زرع بشر وحد هيتولد بدون زرع بشر، دي حاجة ميزة. دي الميزة اللي امتاز بيها. امتازته عجبا، امتازته عجبا، اتولدت بدون زرع بشر. كان دخوله للعالم عجيب وكان برضو خروجه من العالم عجيب. انا الوحيد اللي مت في الكون كله وحطوا حراسة على قبري خايفين مني، وانا ميت خايفين مني، وختمين القبر والحجر ختمينه بالختمين، ختم بلاطس وختم قيافة، وحطين حراس من الرومان. امتازته عجبا وقمت. وحصلت ايه؟ حصلت القيامة. عشان كده هنا بيقولوا فإني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك. أنا بتصور لأن يسوع بيتكلم وروح القدس بيرد عليه. أنا بشوف في المزمور ده كده يسوع يقول امتزت عجبا، يعني أنت نسجتني بطريقة معجزية، اتولدت بطريقة معجزية. يقولوا برضو كانت أعمالك معجزية. الروح القدس، عشان كده الروح القدس يقولوا ايه؟ عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. لأ كان متيقن، الروح القدس كان متيقن ان هو ده الوحيد، لان كان عارفه وكان شايفه. يوحنا المعمدان ما كانش عارفه. تتصور يوحنا المعمدان لما جاب يسوع يتعمد منه، تفتكروا كان عارف يسوع؟ لا، ما كانش عارف. هو عارف ان ده يسوع لكن ما عرفش ان هو ايه؟ المسيح. طب ليه يوحنا المعمدان؟ خلي بالكم هنا، قال لي يسوع انا اللي اتعمد منك وانت تأتي الي. ليه قال له كده؟ لان معروف عن حياة الشاب ده كقريب ليه، ما طلعتش منه غلط، بيضربه بالمثل. يسوع ابن يوسف ده اتولد حياته كلها محبة،
محدش مسك عليه غلطة. عاش يوحنا أكبر منه بست شهور. من ساعة ما عرفه يوحنا عرف إن ده لا بيغلط وفي حاله ومطيع، اشتغل نجار ومحب وعطوف وما فيش غلطة. ويوحنا بيعمل معمودية ايه؟ التوبة. الغلطان يجي يتعمد، فده جاي بيقول له عمدني يا بس ما عايش معاك، ما سمعتش ليك انك ليك غلطة، ما حدش اشتكى منك، ده انا ليا غلطات، ده المفروض انا قدامك انت بقى اللي تعمدني، انا انت اللي تعمدني. يسوع ببساطة قال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. وهنا بقى فتحت السماء ونزل الروح زي الحمامة، وهنا عرف يوحنا. عشان كده قال وانا لم اكن اعرفه لكن اللي ارسلني قال اللي تشوف الروح مثل حمامة، والروح نزل مثل حمامة مش قبل العماد، ده بعد ايه؟ بعد العماد. لكن حتى حياته قبل ما يستعلن للعالم شهد عنها يوحنا ايه؟ المعمدان، وقال له انا المفروض اتعمد منك مش انت اللي تعمدني. عشان كده هنا بيقول له ايه؟ عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا، انا متيقن منك. طيب يقول له ايه بقى؟ ايه جميله، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعناق الارض. لم تختفي، خلوا بالكم هنا، لم تختفي عنك عظامي. الله، مش انت نسكتني في بطن امي؟ ايوه انا اللي نسكتك، الاب هو اللي نسدك في بطن امك. طب ايه بقى العظام اللي تختفي في اعماق الارض دي؟ دي نعرفها المره الجايه. ربنا يبارك حياتنا ويمتعنا ويحفظنا ويجعلنا ان نعيش له به في ذا وكل مجد وكرامه الى الابد امين.